مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم تحدي المكياج. ضيفتنا اليوم هي فنانه تعرفات اغنيتها عطي العصير. هي اميمه بعزيه. اميمه بعزيه هي ما كتعرفش دير المكياج بوحدها، داكشي علاش غادي تماكي لها ميكاب ارتست كاميليا. بقاو معنا نشوفوا خطوات وضع المكياج على اميمه. اليوم غنختار لها مكياج لوك سامبل اللي غيناسبها وغيجينا مع وجهها. اختي انا دابا وليت نبغي خفيف، على كثرت الهضره اللي وليت نسمع بغيت نعاود ندير غير الخفيف صافي. غادي نرضي الناس اللي بغاو الخفيف والثقيل تنكون في داري ونديرها. معرفتش غادي نقول لك كل واحد حر في الراي ديالو، يمكنش لي نحكم على واحد الانسان انا ما عارفاش، كيف انا غنحكم على واحد اخر؟ ميمكنش لي نحكم على شي حد الا قال عليا زين ولا قال عليا خايب، فهمتي؟ داكشي علاش انا كنخلي كل واحد كيهضر كيف ما بغى. لا انا عاجبني هكاك، انا الا كنت مرتاحه في واحد الحاجه ما كيهمنيش واحد اخر ما بغانيش اش كيقول عليا. اختاريت لها كونتورينغ اللي غادي يطلع على الحنيكات ديالها باش يبانو، ونويف شويه نصغرو، ونحدد لها الجهه ديال الوجه ديالها. مي شي حاجه اخرى تبارك الله عليها بيرفكت وجهها. عاجبني راسي وعاجبني نيفي وعاجبني كي خلقني الله، بلا جميل بلا والو انا زوينه. يعني ما تفكرش فيها حنا جيت تبان، ما تفكرش ديرها بيتك. ودنيا باطمه كيعجبني المكياج ديالو، كيحمقني مكياجو. انا كنتفرج بزاف في دنيا باطمه الطريقه باش كتماكي، ومني كنشوف شي فيديو ولا شي فوتو تحطات ديال زينه الدوديه كتخليني كنطلاشه، حيت انا كنحمق على الدنيا. واحد الشكر خاص 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 لاحلى ميكاب اللي ماكات ليا، ولالا كاميليا الله يسعدها والله يوفقها ان شاء الله الخير. وكنشكر النكافه رمسيس اللي عطاتني اللبسه وكل شيء حتى هي الله يسر ليها،
وكنشكر القناه الدار وكنشكر البنات كاملين اللي حاضرين معنا وكنشكر الجمهور ديالي واحلى تحيه واغلى تحيه لاحلى ميك اب عندنا في مراكش جوه قنانة في ديتك انا الو ماما الو ماما وكنشكر عزيزه بوجريده اللي هي صاحبتي وهي كلشي وكنحماق عليها ونوح عليكم كاملين الجمهور ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.